هاي مشاهدينا عم تابعين بأوتوفوكس مع دابوسي جروب ومع جريت وول، الشركة الصينية اللي عم تاخد ضجة كبيرة بالسوق العالمي بعالم السيارات. مرة جديدة كمان معنا مسز سارة دابوسي. سارة، هاي جويس، أهلا وسهلا فيكي بأوتوفوكس. ثانك يو. عم نتعرف دايما على طرازات، كامل الطرازات من جريت وول اللي انتو أكيد وكلاء كدابوسي جروب بلبنان، وعم نتعرف كمان على الشركات اللي لها علاقه بدابوسي جروب. اكيد انتم مسؤولين عنها وبتقوموا بالفانكشن تبعها من الكار رنتال ان هاوس فاينانسينج الافتر سيلز سيرفيس سنتر اللي بدنا نحكي عنه اليوم، والدور تو دور كمان سيرفيس. قبل ما نحكي شوي عن الكول بير، السياره اللي شكلها عن جد غريب وحلو بنفس الوقت، السقف العالي معمول لطوال السياره إذا بدك، كل حدا ما بيساع بالسيارة صغيرة بيساع بالكول، كل شخص فوق المترو 90 مترين يعني ننصحه يكون معه الكول بير. مزبوط، شكلها حلو، كمان أوبشنز مهمين فيها للسيارة رح نتعرف عليهم بعد شوية. بس بداية نرجع شوية على الأفتر سيلز سيرفيس سنتر وعلى الدور تو دور سيرفيس. جورج، نحن معروفين بالدور تو دور سيرفيس، صرنا بلبنان منقدم دور تو دور سيرفيس وذ ريبليسمنت كار لكل زبوناتنا. نعم. بيتصل زبون بياخذ موعد سيرفيس، بيجي درايفر بياخذها من تحت بيته بيعمل لها سيرفيس بيرجع له اياها، بس بيدفع حق السيرفيس لانه دور تو دور سيرفيس فري اوف تشارج. وقت بيطلب ريبليسمنت كار بيعطوه ريبليسمنت كار مشان ما ينقطع، كمان فور فري. فور فري كمان، هيدي متميزين فيها دابوسي جروب بلبنان. يعني بس بيوصلوا بياخذوا السياره من تحت البيت، بيحطوا له السياره الثانيه بحال عايز سياره ثانيه، بيرجعوا بعدين بيردوا له السياره. مزبوط. بعد السيرفيس اللي بيكون صار عليها. غير ايش شو بدنا نحكي اكثر؟ عم نغطي كثير زبائن تبعكم سارة. طيب كمان كدبوسي جروب عرفنا انه بنعرف اكيد انه انتم وكلاء 14 سياره عالميه او وكاله سياره عالميه بشمال لبنان. مزبوط. كيف عم بيكون نسبه البيع خاصه مع عم نحكي مع شركات كمان يعني كثير كبيره مثل هوندا انفينيتي وغيرها؟ البيع عم بيكون جيد جدا. حاعطيك لمحه سريعه عن الماركات يلي نحن وكلاءهم بشمال لبنان. نحن وكلاء الهوندا، نيسان، انفينيتي، الفورد، شيفروليه، الكاديلاك، إيسوزو، مرسيدس بنز، رانج روفر، سمارت، يعني عم تحكي وغيرهم، عم تحكي وكالات من أصغر، يعني فيك تلاقي سيارات صغيرة وفيك تلاقي سيارات كبيرة كمان ضمن الجام تبعي سياراتنا. وهالوكالات موزعين على 7 شورومز على بولفار ترابلوس الجنوبي. نعم. الكول بير حابب أحكي عنها اليوم، هيك عن جد شكلها غريب. مزبوط. كيف يعني لما يفوتوا الاشخاص على الشوروم يشوفوا شكل هالكول بير بتحسيهم بينقذوا او بتلاقي استحسان من حيث شكلها السياره عندهم؟ جورج، الكول بير از كروس اوفر، يعني ضايعه بين سياره وبين فور ويل. نعم. العالم عم بحبوها لانها اوريجينال، ومثل ما قلت يعني شغله، يعني اذا بدك الكليانتال الاساسي هو اللي بيلاقي السياره مثلا صغيره مثل فوليكسي 10 صغيره عليه. نعم. عم بيحب الكول بير اكثر لانه بيقعد فيها مرتاح اكثر. عم تروح اكثر كسيجمنت للشباب ولا سيدات ولا رجال ولا هيدا عم بتروح على كل شيء، عم تروح يونغ، عم تروح حتى تاكسيز، عم تروح. نعم. شركات عم بياخذوها، وكمان عم بتروح على عيال عم بحبوا ياخذوها ويركبوا فيها مرتاحين. بدنا نذكر كفيتشرز بالسياره من حيث المحرك 1.5 لتر 16 صباب السياره، وكمان 4 سيلندر مصروف بنزين ممتاز، وتكترونيك سيستم 6 غيارات للسرعه. من الداخل ما في لزوم نقول انه سياره كثير واسعه وعاليه مثل ما عم بتشوفوا مشاهدينا. سعر هالجريت وول كول بير سعرها؟ الجريت وول كول بير سعرها 14900 دولار، بتجي مانيوال واوتوماتيك. نعم. الاوتوماتيك سعرها 15900 دولار مسجله خالصه، بس 1000 دولار زياده. يس، مسجله مع تي في اه، ومثل ما حكينا مع كل الاوفرز اللي عم تقدموها خاصه. مزبوط. هيك قبل ايام قليله من عيد الفالنتاين بنذكر بالاوفرز. يلا، عم نقدم 5 سنين وارنتي على كل سياراتنا او 100000 كيلومتر. نعم. وعم نقدم 0% فوايد على 5 سنين مع دفعه اولى 20% من قيمه السياره. كمان بدنا نذكر السيفتي فيتشرز، عندنا اي بي اس اي بي دي بالسياره اضافه للعلامات الاعلى من حيث السيفتي والبارز الموجودين على جوانب السياره وغيرها ليكون السايق مامن على حاله 100% خلال القياده. جورج، انا بس بدي اقول شغله انه هيدي السياره كمان فيها رير سنسرز، اوديو كنترول،
يعني حتى فيها اديشنال اوبشنز عن ستاندرد اللي بيكون موجود باي سياره. سياره فول اوبشن بميزات كثير حلوه بشكل كمان كثير اوريجينال. ثانك يو ساره دبوسي على وجودك معنا. ثانك يو جورج. مشاهدينا wheelers.me ويب سايت بتشوفوا فيه كل سيارات اوتوفوكس والسيارات غيرها كمان، اضافه انه فيكم تتابعونا دائما عبر الفيسبوك اوتوفوكس ام تي في وعبر تويتر @autofocusMTV. الى اللقاء.